طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. اليوم نتكلم في محاضرة في علم النفس العام عن العمليات العقلية المعرفية، يعني صفحة 22، وهذه برضو داخل في الامتحان. هذه محاضرة مش هتكون طويلة، هتكون قصيرة. نتحدث فيها اليوم عن اللي هي العمليات العقلية المعرفية. حنأخذ عملية واحدة. قال تعالى: والله آخركم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. هذه آية النحل سميت العمليات العقلية، ليش سميناها بالعمليات العقلية؟ لأن الجهاز والعضو المسؤول عن هذه العمليات هو العقل، العمليات العقلية. كما سميت بالمعرفية لأن من المعرف والواضح أن هذه العمليات عقلية للكائن البشري. تبدأ العمليات العقلية بالإحساس والانتباه والإدراك والتفكير والتعلم والذاكرة. لاحظوا، كلها بتتم في العقل. الإحساس، بعد الانتباه، بعد الإدراك، بعد التفكير، بعد التعلم، بعد التذكر، حل المشكلة. هذه كلها الإنسان بيقوم فيها في حياته. بيجي اليوم لأول عملية عقلية اللي هي الإحساس. نشوف شو المقصود بالإحساس وإيش هو تعريف الإحساس وكيف بنعرف الإحساس. الإحساس هو أبسط وأول العمليات العقلية، حيث يقوم الحواس بجمع المعلومات عن البيئة واستقبالها ثم تحويلها إلى شكل جديد من الطاقة وحفظها وتسجيلها في الجهاز العصبي بالمخ. طبعا إن المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي مفعم بالكيفيات الحسية من ألوان وصور وأصوات، وتنتقل إلينا فيستقبلها الكائن الحي بحواسه التي تعتبر كوسائل اتصالنا بالعالم الخارجي، وبالتالي تعرفنا عليها. هيك بتتم عملية الإحساس من خلال البصر والعين والسمع والشم والتذوق. الإحساس تعريفه هو الوعي بأي حدث داخل الجسم أو خارجه نتيجة منبهات حسية، منبه حسي، منبه زي مثلا ريحة الشطة، الفلفل، ريحة البصل، طعم البصل. في عنا السيكوفيزيا، هو فرع علم النفس الذي يتناول العلاقة بين المنبهات الحسية وردود الأفعال المنعكسة عنها. ممكن هذا يكون سؤال في الامتحان. يبدأ الإحساس بالاستثارة التي يحدثها المنبه أو المثير، يعني زي واحد مثلا بشكك بإبرة في أصبعك فبتنتبه، هذا نوع من المثير. والمنبه هنا نوع من الطاقة الذي يؤثر في أحد أعضاء الحس المتخصصة لاستقباله. والطاقة هنا قد تكون موجات ضوئية أو ذبذبات صوتية تصل في النهاية إلى الجهاز العصبي بعد تحويلها إلى طاقة أخرى. حواس الإنسان. إن المعتقد القديم لحواس الإنسان خمسة. الناس كانت بتقول الحواس هي عبارة عن خمسة، اللي هي البصر التقليدي اللي احنا بنعرفه، والشم، السمع، والتذوق، واللمس. ولكن العلماء المعاصرين رفضوا أن تكون اللمس حاسة واحدة، فقد قاموا بتحليلها إلى خمس حواس: التلامس، الضغط، الحرارة، البرودة، والألم. وأضافوا حاستين أخريين هما الإحساس بالحركة والإحساس بالتوازن. إحساس بالحركة والإحساس، يعني ما عنا بس فقط خمس حواس، لا، ضافوا أكثر. وبناء على هذا تصبح حواس الإنسان 11 حاسة. يعني لو جانا في الامتحان نقول عدد حواس الإنسان 10، لا، 11 حاسة ومش خمسة. هذا حسب، لأن العلم نسبي وكل يوم باكتشافات كثيرة. العلم لا يتوقف على شيء يعني واحد ونقطة، لا، كل يوم أبحاث ويعني البحث العلمي اللي احنا حكينا فيه قبل شوي هو المهم في هذه الحالة. علماء لا يناموا، وبناء على ذلك تصبح الحواس الإنسان زي ما قلنا 11 حاسة. مكونات عملية الإحساس. كيف بتتم عملية الإحساس؟ تسير عملية الإحساس بأربع خطوات. أول حاجة التنبه،
أو التنبيه أو الاستثارة. 2 الاستقبال اللي هي الريسبشن. 3 تحويل الطاقة من صورة لأخرى. 4 التسجيل ريجستريشن. توضيح سير عملية الإحساس. التنبيه أو الاستثارة، تبدأ عملية الإحساس بوجود منبه أو مثير يكون على درجة مناسبة من الشدة، زي ما قلنا جرس تلفون أو جرس جوال أو جرس باب أو صوت أذان. وإذا قلت شدة المنبه عن الدرجة لا يحدث إحساس. الآن لاحظوا، إذا زادت درجة حدة المنبه يشعر الفرد بالفارق بين الدرجتين وتسمى بالدرجة القصوى، منشدة المثير بالعتبة القصوى، وهي أعلى درجات الحدة المثير كالصوت العالي أو الضوء الساطع. يعني الدرجة القصوى هي أعلى حدة للمثير، صوت عالي أو ضوء ساطع. الآن الحاجة الثانية هي الاستقبال. تقوم الحواس المتعددة باستكشاف المعلومات الحسية المرتبطة مع صورة أو صوت أو رائحة، زي ما أقول لك شم رائحة طبيخ. 3 بتحول الطاقة من صورة لأخرى، وهي تلك المرحلة التي يتم فيها تحويل الطاقة الخارجية إلى صورة أخرى. بعد استقبال الطاقة تتحول عبر الجهاز العصبي حسب الحاسة، ثم تنتقل الصورة من الجهاز العصبي إلى المخ خلال العصب الحسي. كل هذا إحنا بنسميه عمليات عقلية، كله بيتم في العقل. 4 التسجيل. التسجيل عند وصول الاستشارة أو الإشارة للعصب الحسي يقوم المخ بتسجيل الإشارة الواردة، فتحدث عملية الإحساس التي تكون أساس العمليات العقلية وهي الأكثر تعقيدا. تعتبر عملية الإحساس بالحواس عملية معقدة، عملية إحساس معقدة ممثلة بالبصر والسمع والشم والتذوق واللمس. نشوف البصر، شو المقصود بالبصر؟ البصر هو الضوء، هو المنبه البصري. يقاس الضوء بوحدة النانوميتر الذي يساوي 1 من البليون من المتر. كيف بيحسبوه العلماء؟ هذا أمر بتعلق لهم. نانوميتر. طول الموجه يحدد اللون، ارتفاع الموجه يحدد النصوع الوضوح. هذا كيف البصر بتم. السمع هو الصوت المنبه السماعي، وتستطيع الأذن البشرية سماع ما بين 20 إلى 20,000 هرتز. شوفوا لاحظوا، من 20 إلى 20,000 هرتز. كيفية وقوع الإحساس، يعني كيف بتتم عملية الإحساس؟ تتوقف عملية الإحساس على وجود عدة عناصر، وهي أول شيء المنبه الخارجي، الحرارة مثلا، البرد، وهي كثيرة ومتنوعة، منها ما هو فيزيائي مثل الموجات الضوئية والاهتزازات السمعية، ومنها ما هو كيميائي كالذرات الشمسية أو الضوئية. شروط فسيولوجية، ويمكن إجمالها في الحواس والأعصاب الناقلة والمراكز العصبية. الآن الحواس هي عبارة عن وسائل الإيصال، فمثلا هناك مناطق معينة في الجسم، الأذن والعين، وعندما تصل هذه التنبيهات إلى الحواس تنقلها إلى تيارات عصبية معينة للدماغ المركزي، حيث يترجم إلى شعور ويحدث السلوك المطلوب، ويتحول التأثير البيولوجي إلى إحساس. كيف نشعر بالحرارة؟ كيف نشعر بالبرودة؟ كيف نشعر بالقلق؟ كيف نشعر بالتوتر؟ كيف نشعر بالألم؟ مثلا حدا بضربك بحقنة أو دبوس، يعني كلها بتأدي على الدماغ. الآن مرحلة مادية طبيعية فيزيقية أو كيميائية اللي هو السلوك المطلوب، ويتحول التأثير البيولوجي إلى إحساس. مرحلة مادية طبيعية فيزيقية أو كيميائية، مرحلة عضوية فسيولوجية، مرحلة نفسية التحول من التأثير العصبي للمراكز العصبية. يعني هذه الثلاث مراحل، فيزيائية وكيميائية وفسيولوجية ونفسية، تحول من التأثير العصبي للمراكز العصبية. طيب شو هي خصائص الإحساس؟ النوعية، تتصل بالشيء المحسوس، سمع، بصر، شم، ذوق، لمس، نوعيتهم يعني. الشدة هي مقدار الإحساس من قوة منبه، لمعان شديد، وزن ثقيل.
يعني لما نسمع صوت الانفجار، صوت الضرب، لمعان قوي، وزن ثقيل، نعرف أنه من هذا خصائص الإحساس. الامتداد وهي صفة مكانية تفيد بأن التغيرات في الحجم والمسافة والمكان ذات دلالات امتدادية، مثل طلع على البحر، أفق، السماء، الرمل. الاستغراق وهي صفة زمنية تحتوي تعاقب المنبهات العصبية الحسية، تعاقبا يفصل بين كل منبه وآخر بفترة زمنية قصيرة، وقد يمتزج بمنبه مستمر. طيب، في هنا مشاكل تواجه الإحساس بسموها الحرمان الحسي، وهي من أهم مشاكل الإحساس، لأن الإنسان السليم لا يعرف فضل حواسه إلا إذا تعطلت كليا أو جزئيا. يعني بلاحظ الطلاب والشباب اللي بقعدوا على الإنترنت والفيسبوك والببجي، يعني ممكن حواسهم تتعطل، لكن ما بيعرف فضل حاسه إلا عندما يتعطل. الأذن، السمع. والسؤال هنا، كيف تصبح حياة الإنسان النفسية إذا تعطلت حواسه؟ تصور الإنسان يعني لما يصبح يعني كفيف أو أصم، يعني ما بسمع. فإذا تعطلت هذه الحواس أو أصيب بالحرمان الحسي، فإن أهم أثار الحرمان الحسي هي ضعف السيولة العصبية لعدم وجود مثيرات تنبه. يعني لما الواحد يبطل يسمع، فيش مثيرات حسية، زي ما بقولك الأطرش في الزفة. زلزلة إدراكية لقلة وصول الصورة المثيرة التي تدفع العمليات العقلية. يعني الصورة اللي احنا بنشوفها لما احنا نصاب أو يصاب الإنسان لا سمح الله بالعمى، ففيش صور تنقل إلى العمليات العقلية. بعدين عزل اجتماعي مثل السرحان والشعور بالوحدة الاكتئاب. يعني الإنسان اللي بيفقد حواسه، ولكم حافظوا على حواسكم، يصاب بالسرحان والشعور بالوحدة والاكتئاب. كذلك يصاب الإنسان بضعف الشخصية وعدم الثقة في النفس، والإصابة بالهلاوس والمخاوف. هذه كلها نتيجة عن الحرمان الحسي. عافانا الله وإياكم من الحرمان الحسي. بهيك احنا بننهي محاضرتنا اليوم، وهذه المحاضرة ان شاء الله داخلة في الامتحان. امتحان ان شاء الله حيكون من الموجود في الكتاب. استعدوا واقرأوا وتوكلوا على الله، وتحياتي لكم.